من 3 أسابيع تقريبا في عطل كبير حصل والناس كلها العالم كله اتكلم عليه، تمام، اللي هو العطل اللي حصل في شبكات التواصل تحديدا فيسبوك انستغرام وتويتر واتساب عفوا هو تويتر هو اللي فضل شغال، فالناس كلها قلبت على تويتر. بعدها حصل عطلين 3 تانيين تقريبا، مش قال يعني سلسله من الاعطال، وان كانت اقل شويه تاثيرا لانه ما عادتش حتى 6-7 ساعات زي ما العطل الاول حصل. في الفتره دي كلها كانت كل التحليلات اللي طالعه بتقول انه اصله اداره فيسبوك بتشتغل على البنيه التحتيه عشان الخلل اللي حصل ده يتم تداركه. النهارده بقى بعد كل الاعطال اللي حصلت دي في فتره مش كبيره 3 أسابيع مثلا، هل ما زلنا عند هذا التحليل ولا في رؤيه جديده ظهرت تفهمنا هو ايه اللي عمال يحصل دلوقتي؟ هو اللي حصل طبعا الفيسبوك زي ما الناس سمعت مؤخرا ان هو بيغير اسمه، هو بيغير اسمه يعني ايه؟ هو بيغير ايدنتيتي بتاعته، هويته. الفيسبوك حضرتك عنده 5 شركات، يعني مش بس الواتساب والانستجرام، عنده في 3 كمان الناس ما تعرفهمش. واحد اسمه اوكيوليس، ده بتاع في ار اللي هو الواقع الافتراضي. واحد تاني اسمه أطلس بتاع الخرايط، واحد تالت اسمه فيس ده بتاع التعرف على الوجه. فهو عنده 5 شركات، الخمسة دول يملكهم شركة الفيسبوك. طيب هما بيعملوا ايه دلوقتي؟ هما بيعملوا اسم جديد يملك الـ5 شركات دول. يعني بدل ما الواتساب لو فتحت الواتساب يقولك باي فيسبوك تحت كده ان هو شركته تملكه فيسبوك، فهما بدل ما يقولوا دي هيقولوا بس تملكه شركة اسمها سين. لكن قبل التطبيق بتاع الفيسبوك هيفضل زي ما هو فيسبوك، لكن زي جوجل كده بتملكه اللي هو الفابيت اظن الفابيت. عندهم جوجل عندها 200 شركه، صحيح، ف 200 شركه من ضمنها بقى محرك البحث. الشركه القابضه هي اللي هتتغير اسمها، الشركه القابضه هي اللي هتتغير. بقى الموضوع الاهم والاكبر من ده كله ان هم ليه بيغيروا الاسم ده. هو طبعا عملوا تحليلات بس في منهم 2 مهمين قوي. واحد انه قال لك لو حصل مقاضاه، الفيسبوك عليه قواضي كتير، فلو حصل مقاضاة على الفيسبوك نفسه ما يضرش بقى جنبه الواتساب والانستجرام، فنفصل زي ما حصلت المشكلة الكبيرة دي. لما هم وقفوا الفيسبوك وقف معايا كل حاجة. هو سيرفر واحد؟ هو السيرفر واحد. هم دلوقتي هم بقالهم فترة عاوزين يفصلوهم.